الحدوة بتبدأ مع العروسة بيتريكس أثناء يوم زفافها وهي متغرقة بالدم كده وحاجة قمر، وبنشوف شخص بيقرب منها وبيقول لها إن لو شايفة إن ده تصرف سادي تبقى غلطانة يا ماما، وإن هو مستعد يعمل ده مع أي حد. وبنعرف إن اسمه بيل، وبيشد عمك بيل مسدسه كده، وفي نفس الوقت بتكون في عمتك بيتريكس بتحاول إنها تقوله إن الطفلة اللي في بطنها دي تبقى بنته، ولكنه مش بيستنى وبيديها طلقة في دماغها، وده علشان ما عملش سبسكرايب لغناة اسمع فيلم اللي بتقدم ملخصات عظمة ولازم أقرفك بيها كل يوم من جمدانها يا اسطى، ما ينفعش أقول لك كده بقى، فباشا روح اعمل لهم سبسكرايب فاهم، وما تنساش يا اسطى إنك تقول لهم أهم جملة مش عارفها؟ لا ده كده زعل بقى، ما تنساش يا اسطى إنك تقول لهم جاي لك تبع حدوتة. وبنروح للوقت الحاضر مع بيتريكس اللي بنعرف إنها لسه عايشة، وبتروح لواحدة من اللي حاولوا يقتلوها في البداية بتاعت الفيلم كده، وأول لما بتفتح لها الباب بتحصل منهم مواجهة وبيضربوا بعض بكل حاجة حواليهم، لحد لما الاشتباك بيوصل لمرحلة السكاكين يا عم الحاج، ولما بنوصل لمرحلة السكاكين أنا ما أقولكش إيه اللي بيحصل، ولكن هنا بنعرف إن الست دي عندها بنت، والبنت دي يا عم الحاج لسه راجعة من المدرسة، فتضطر بيتريكس إنها تمثل إنها صاحبة أمها عشان البنت ما تشوفش أمها في الموقف اللي مش لطيف ده صراحة. فبيروحوا يتكلموا وبنعرف إن الست دي عايشة تحت اسم جيني ومتجوزة دكتور، ولكن قبل 4 سنين كانت هي ضمن فريق قتلة، وكان الاسم الحركي بتاعها كده فاهم انت النيك نيم كده بتاعها كان اسمها الراس النحاسي، تسالني ليه اقول لك والله ما انا ما اعرف. ده غير ان بيتريكس كانت في نفس الفريق وكان الاسم الحركي بتاعها الافعى السوداء، وبتقول عمتك بيتريكس الجيني انها كده كده هتقتلها بس مش قدام بنتها، يعني هقتلك يعني هقتلك. وفي نفس الوقت بتكون جيني بتمثل انها بتحضر اكل لبنتها، ولكن في الحقيقه عم الحاج هي بتكون مخبيه مسدس كده جوه علبه الاكل وبتضرب رصاص على بيتريكس ولكنها مش بتيجي فيها والحمد لله. وهنا عمتك بيتريكس بتقرر انها تقتلها وبتحذف عليها سكينه بترشق في صدرها بالظبط. وهنا بنشوف ان البنت الصغيره شافت اللي حصل، فعمتك بيتريكس بتقول لها انها ما كانتش عايز تعمل كده قدامها والله يا بنتي، ولكن صدقيني فامك تستاهل كل اللي حصل لها صراحه كبت الرولية دي. وبتخرج عمتك بيتريكس وهي بتفتكر كلام معلم الساموراي ليها لما قال لها ان المحارب الحقيقي لازم يقف قدام اي حد يقف قدام تحقيق هدفه. وهنا بنفهم ان عمتك بيتريكس عامله قائمه اغتيالات من 5 اشخاص واول اسم كان عمتك جيني. وبنرجع لوقت الحادثه من 4 سنين ونصايه كده لما عمك بيل ضرب بيتريكس برصاص في دماغها، وبعدها وصلت الشرطه اللي لقت الكل ماتولين، حرفيا حصلت مجزره في الفرح ده، ولكنهم بيعرفوا ان بيتريكس لسه بنوعا ما جدا لسه فيها الروح، فبيطلبوا لها الاسعاف. وبتتنقل عمتك بيتريكس للمستشفى وهي في غيبوبه طويله الامد، وهنا حد تاني من الفريق بتاع القتل ده بيحاول ان هو يستغل الموضوع ويقتل بيتريكس، وبتشوف واحده بعين واحده كده داخله المستشفى زي الممرضه، وبتبدا تحضر حقنه تقتل بيها عمتك بيتريكس اثناء لما هي نايمه كده، وبنعرف ان اسمها الحركي يعني او النيك نيم بتاعها افعى الجبال. وبتدخل الاوضه بتاعت بيتريكس ويبان انها بتكرهها جدا، ولكنها برضه في نفس الوقت بتحترمها. تقول لي ازاي؟ اقول لك والله ما اعرفش ده على مود. ولكن قبل التنفيذ بيجي لها تليفون من بيل وبيقول لها تلغي التنفيذ ده، ما ينفعش يا ماشي، لا ما ينفعش افعى الجبال بتتعصب جدا، ازاي بقى انت بتقول لي الغي ازاي ده انا هموت وقتلها. بيقول لها اللي احنا عملناه فيها كان كفايه جدا، والنعار علينا لو قتلناها وهي نايمه، نستنى تصحى ونفشخها براحتنا. وبيمر الوقت يا سيدي وبيعدي 4 سنين وبتكون بيتريكس لسه في الغيبوبه لحد لما بتفوق كده فاهم بقدره قادر، وهنا بتفتكر كل حاجه حصلت لها، وبتنهار لما بتعرف ان بنتها اللي كانت حامل فيها توكلت الى رحمه الله. وهنا بتضطر انها تمثل انها لسه في غيبوبه لحد لما بتسمع كده صوت حد داخل اوضتها، وبيدخل ممرض وبنعرف ان هو بيأجر ناس كده تتعدى على جسمها جنسيا مقابل الفلوس، شغال قواده من الوقت. ولكن قبل ما الراجل يبدا يعمل اللي هو عايزه بتقوم عمتك بيتريكس وبتعضه كده فاهم من المهم، وبتقتله وبتحاول انها تمشي، ولكن بسبب الغيبوبه فبيكون عندها ضمور في العضلات فمش بتقدر انها تحرك رجلها. وهنا بيدخل الممرض عشان يشوف لمؤاخذه في الكلام ايه اللي حصل للراجل يا جدعان، ولكن بتكون عمتك بيتريكس وراه وبتقطع شرايين رجله وبتخلصنا من امه خالص، وبتجيب راسه كده ناحيه الباب عامل حاج وبتفضل تكسر في امها تكي 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 تكي، وده عشان افتكرت لما كان هو كمان كان بيتعدى عليها بالمره يعني. وبتاخد مفاتيح عربيته ونضارته وبتهرب على كرسي بعجل، ولما بتدخل بتبدا انها تحاول انها تحرك رجلها، وبعد محاولات كتير جدا بتبدا الحمد لله انها تنجح. وبعد كده بتفتكر كل اللي نفذوا الحادثه بتاعتها، واللي منهم اورن واللي تبقى رئيسه الجريمه في طوكيو، اللي بتكون من اب امريكي وام يابانيه، واللي لما كان عندها 9 سنين شافت بعينيها قتل ابوها وامها على ايد زعيم عصابات الياكوزا. الياكوزا دول عصابات يابانيه مالناش دعوه بيها. وبنشوف لحظه موت ابوها على ايدهم اثناء لما كانت هي مستخبيه تحت السرير، وبعدها موت امها. وهنا قررت عمتك اورن انها لازم تنتقم لكل اللي قتلوا امها وابوها، وعرفت ان زعيم العصابه بيحب البنات الصغننين كده راجل ودي. فبعدها بسنتين قدرت انها توصل له وتقتله وهي لسه عندها 11 سنه فاهم، لسه ما طلعتش من البيضه حتى، وكملت وقتله الحراس بتوعه. ولما وصلت سن ال 20 كانت خلاص بقت من افضل القتل النساء في العالم، ولما وصلت سن ال 25 كانت شاركت في المجزره بتاعت الزفاف بتاعت عمتك بيتريكس، ولكنها غلطت انها ما اتاكدتش ان بيتريكس ماتت. وبنرجع لبيتريكس اللي في العربيه، وبعدها ب 13 ساعه من المحاولات كانت قادره انها تمشي بشكل طبيعي، وبتاخد العربيه وبتتكل على الله وبتحجز تذكره طياره اليابان
عشان تقتل عمتها كورن. واول حاجه بتعملها انها تروح لصاحب مطعم، وبعد لما بيقعدوا يتكلموا بتقول له بيتريكس انها جايه تقابل هاتوري هانزو. فبيستغرب الراجل من طلبها لما اقصف الكلمه، يعني انت جايه تقابلي ليه يعني ما اقصف الكلمه يعني. بترد بيتريكس انها عايزه منه سيف ساموراي ياباني عشان تقتل بيه حد كده. فبياخدها الراجل لغرفه في المطعم مليانه سيوف كتير جدا، وبنعرف ان صاحب المطعم ده يبقى هو هاتوري هانزو، وان هو صانع السيوف وكمان مدرب ساموراي، ولكنه بطل صناعه الاسلحه واتجه لشغل المطاعم والحاجات دي. فالراجل تاب يا جدعان. ولكن عمتك بيتريكس بتقول له انها عايزه السيف ده عشان تقتل بيه واحد من تلاميذه واللي يبقى عمك بيل. فيوافق ان هو يعمل لها السيف ويبدا في تدريبها، وبعد مده بيخلصها هاتوري صنع السيف ويسلمه لعمتك بيتريكس. وبتروح تنتقم من اون، واللي هناك بتكون قاعده مع العصابه بتاعتها واللي اسمها المجانين 88. هم مش 88 بالظبط، بس هم العصابه اسمها 88 مجانين او المجانين 88. هم بصوا ورا دول بنبدا نتعرف على مجموعتها الخطيره جدا، وان في مره كده واحد من المجرمين بتوع اليابان اعترض ان واحده نص امريكيه ونص يابانيه تكون القائده بتاعتهم. راحت عمتك اون كده وقامت جايه قايمه، وطبعا كل الموجودين قاعدين اللي هو لسه يا رب قول لي انت 100 حاجه انت 100. وهنا بيتريكس بتكون راكبه طياره لطوكيو بتوصل للمدينه، وبتلبس بدله صفرة كده وبتراقب مساعده اورن عشان توصل لها، وبتكون اورن ومجموعتها كده فاهم في المكان بتاعهم عشان يسهروا فيه، وبتكون بيتريكس برضو في نفس المكان. وبعدها بتنده بيتريكس على اورن بصوت عالي وبتقول لها ان حسابهم لسه ما خلصش، اقعد عليك اوليه انت. وبتصدم اورن لما بتشوفها، وده لانها كانت فاكراها انها ماتت. وهنا بيتريكس بتقطع دراع صوفي مساعده اورن، وهنا بيجري كل اللي في المكان على بيتريكس، وبتبدا مواجهه ما بين بيتريكس ورجاله اورن الكتير. فبتبدا بيتريكس انها تقتلهم واحد ورا التاني، وتقطع دراع ده على رجل ده على فخاد ده وهكذا، لحد لما بتيجي عمتك جوجو الحارسه الشخصيه لعمتك اورن. وبيحصل ما بين كده جوجو فاهم انت وعمتك بيتريكس مواجهه، ولكن برغم طبعا المهارات العاليه بتاعت جوجو بتقدر عمتك بيتريكس انها تموتها. وهنا بنسمع صوت الحضور الباقي بتاع العصابه اللي عددهم 88، ولكن بيتريكس بتبدا انها تموتهم واحد واحد، وبتبدا انها تخلص على معظمهم لحد لما بتلاحظ اورن وهي بتهرب. فبتروح وراها، وبعد لما قطعت تجول مجموعه كبيره كده فاهم من رجالتها، وبتقتل الباقيين لحد لما بتوصل لزعيمهم وبتقتله هو كمان فاهم انت، بس بعد معركه طويله سيكه. وبتخرج بيتريكس المكان اللي بيكون فيه عمتك اورن مستنياها، وبتخرج السيف بتاعها عشان يبداوا هما الاثنين القتال. وبعد معركه طويله سيكه كده بتقدر بيتريكس انها تقتل اورن عن طريق انها بتقطع نص راسها، وبتشطب عمتك بيتريكس على اسم اورن اللي في القايمه. وبعدها بتروح بيتريكس وبتاخد صوفي ترميها قدام مستشفى بعد طبعا لما قطعت دراعها. وبنشوف عمتك صوفي بتقول لبيل ان هو يغفر لها خيانتها، وده لان بيتريكس قدرت انها تعرف منها كل المعلومات عن بيلو وعن فريق الافاعي اللي هم موجودين فيه، فعشان كده طبعا عمتك بيتريكس بتاعها حيه. وفي اخر مشهد بنشوف بيتريكس في الطياره وبتكمل القايمه بتاعتها، وفي اخر القايمه بتحط اسم بيل، ولكن على الجنب التاني برضو بنشوف بيل بيسال صوفي هي بيتريكس تعرف ان بنتها لسه عايشه؟ طب ايه يا باشا اللي هيحصل بعد كده وازاي بيتريكس هتكمل انتقامها؟ كل هذا سوف نعرفه بكره يا عزيزي. وبس كده توتا توتا خلصت الحدوته. ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كيمو سامي عشان هو اللي منجي الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو احمد وسامي عشان هو كاتب السكريبت ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده السيكا، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج، ولو بتحب الملخصات الساده كده. وبس كده يا باشا، السلام عليكم.